السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم اليوم في هذا فيديو جديد. اليوم اول يوم في رمضان، نعاود نبارك لكم ان شاء الله العواشر ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. اليوم عندي واحد رونديفو مهم مع الاستاذ جونيور، لانه تقريبا هذه واحد الشهر هو مصدع عليا راسي، شاف لافيش ديال واحد الفيلم اللي غادي يخرج، نورمالمون خرج هذه واحد اليومين وقال لك والو خاصني ندي السينما. هاد الفيلم هذا ديال واحد بيرسوناج اللي عشنا ما حنا اون بارتي من الصغر ديالنا، غير هو في لا بيريود ديالنا حنا ما كانش ميكيات وما كانش فيلم، وميكيات هما الرسوم المتحركة، كاين اللي كيقول لهم الرسوم المتحركة، كاين اللي كيقول لهم الرسوم، الناس الشامة جو بونس كيقول لهم جنيونات، ما كانوش كيف ما قلت رسوم متحركة. مي كان عندنا واحد بيرسوناج كنا كنلعبو به، كان في واحد لو جو اللي هو سونيك. سونيك اللي عقلتو حنا كان عندنا واحد لو جو كان في سيغا ميغا درايف، الناس اللي كانوا قدام شوية راه كانوا قصروا في هذا الجو هذا. ديجا خرجت لا بخومييغ بارتي ديال الفيلم، هو يلاه شافها تقريبا شي اون سومين هادي، واليوم خرجت لا دوزيام بارتي في السينما. كيف ما قلت لكم خرج هادي واحد اليومين، دونك صدع عليا راسي فيما كيشوف لافيش ديالها كيقول لك والو ديني السينما ديني السينما. وغادي ندوزو ان شاء الله مع هذا النهار هذا اليوم السبت واول يوم في رمضان، غندوزو مع الوقت شويه ونتلاقاو من بعد ونكملو معنا الفيديو. يلا بيس. واش شاعر مانو سميشه ميشه ميشه وهذه تحيه مقول خاصكم طموح. تقلب سيغ انترنيت لقيت اقرب سينما جيت ليها. نورمالمون كاينه واحد لا سيونس ديال الوحده رزقناها لان تقريبا دابا هذه الجوج، وباقا واحد لا سيونس وحده اخرى ديال 3 ونص. الفيلم نورمالمون فيه ساعتين، دونك 3 ونص غادي يسالي مع 5 ونص، وغتبقى تقريبا واحد 3 سوايع المغرب، لان المغرب مع ديك 8 ونص دونك حاجه مزيانه. ديك الساعه 3 سوايع نشوفوا شنو غادي نديروا فيها، نداو يلعب في شي بلاصه الا كان الجو شويه تكالما، لانه كاين واحد الريح راه ما يمكنش ريح بارد بزاف. دونك انا قربت للسينما، غناخذوا لي تيكيت ديالنا بعدا وديك الساعه نشوفوا شنو غادي نديروا ديسيلا ونعاودوا نتلاقاو من بعد. خليكم معنا في الفيديو. سي با يلاه خرجت من السينما هي هنايا مورايا، خدينا لي تيكي. التيكيت ديال الصغار نورمالمون 6 اورو، والكبار تقريبا واحد 9.80 تقريبا 10 اورو، دونك كو خلصنا تقريبا واحد 15 اورو شي حاجه، تقريبا 160 درهم ديالنا. واكتشفت بانه انا براسي اول مره غادي ندخل السينما هنايا فرنسا، وغادي ندخل نتفرج سونيك واش غادي ديرو، لانه وعدنا الاستاذ جونيور. المشكله السينما ماشي كبيره بزاف، تقدر زعما تدخل تلقى زعما شي فين تجلس وداكشي، السينما صغيره بزاف لانه في هذه المدينه هي صغيره، جوكم ما عندكش فين تجلس، دونك خاصك تدخل ديريكتومون تدخل لاصال، وخاصنا نتسناهم تيحلوا لاصال. هنا قبيله كانت الدنيا خاويه، دابا بقات الصف، الناس كلشي كيتسناو، يلاه بالك كتخوى لاصال، حل من الباب باش ندخلوا، اما كاع الدراري الصغار كلشي 20 سوني جاو يتفرجوا اليوم. لاصال راه عامره شويه، كاين شي بلايص خاويين تقريبا نقول واحد 20 ولا 25 بلاصه خاويه. لاصال ما كبيرهش بزاف كيف ما قلت لكم، هذه السينما راه هي صغيره ماشي سينما كبيره، ولكن مع ذلك لاصال راه عامره، الدراري الصغار كاملين كانوا كيتسناو هذا الفيلم هذا. سوتا كيف ما قلت لكم خرج دابا تقريبا يومين، دوكو في الايام الاولى كتكون الدنيا عامره سي نورمال، الماسك شنو اوبليجي باش ديرو، راك عارف نتوما هذاك شكون الدنيا عامره من الاحسن ديرو باش تكفي المشاكل، سوتو اذا كان في اوندغوان فيرمي بحال هكا. دابا من السيني نعس شي 300 مرة، والله العظيم عرفتي كل كنعس كيدير ليا جونيور انا دابا معلم ويخليني نعس انا عرفتي مع حدايا، بقى حدايا كتسمع قش 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 اللي كياخذ الشيبس البوب كورن اللي كيضرب في المونادا، قلت الله ما نعس حسن ليا، ضربت واحد الغميضة يلا خرجنا دابا تحرك البرد ديال بصح، نتحركوا بحالتنا الدار. ماما كنت باغي ندي يلعب في شي بارك، لو طوني قرب شوية الفطور، يلا ندخلوا نوجدوا مسائل ديالنا. صعبه لي ما كيلعب لانه كيف ما قلت لكم البرد بزاف، طوني نتحركوا بحالاتنا حدا الدار ونشوفوا ديك الساعه شنو نقدروا نديروا. يلا الحل اللي كان عندنا هو حطينا جونيور في الدار، لقينا بوبو عنده واحد الماتش اليوم ميني فوت، دونك جينا باش نتفرجوا شويه ونتفكروا ايام كنا قبل الفطور كنا كنمشيو لتيران بن ابراهيم باش كنتفرجوا في ماتشات، وهاد التيران هذا فغادي يعرفوا بيان سور ولاد المدينه ورد بورغون، كيفكرنا في التيران المكسيك فاش كنا صغار، دونك جينا شويه نرجعوا الاجواء شويه هنايا، هذا الشيء عجينا اليوم مع بوبو باش نتفرجوا في هذا الماتش هنا. كنتسناو حنا عطاونا نورمالمون لادغيس، كنتسناو غير الدراري يتجمعوا باش ندخلوا ونوريكم هادشي كيفاش داير هنايا، نوريكم كيفاش لاصال دايره ونهضروا شويه على الكره هنايا في فرنسا. يلاه نتلاقاو من بعد. حنا وصلنا لاصال هي هادي، لقيناها هنا، خاص تعرفوا هاد لاصال هادي جات في واحد المدينه اللي هي معروفه المدينه ديال الخيل،
صراحه المدينه زوينه كان، وكاع الناس اللي مبنيين بالخيل فهما غتلقاهم هنايا، كتلقى ميم الديور ديالهم الشكل ديالهم اولا البيبان ديالهم فراس من فيهم الخيل. دونك ان شاء الله عما قريب غادي نجيو ان شاء الله ندير واحد الفيديو هنايا وغنتعرفوا اكثر على هذه المدينه هذه لان عندها واحد ليستواغ زوينه. دونك هذه هي العصال شوفوا دابا كما جاوش هنايا بسيادة المربيتر، هادي طوالت حاشاكم طوالت عاوتاني بسيادة وحدة أخرى باش نحلو ولاو نسدو المدينة أسدينا لاصال راه نقية باب وحدة أخرى ما عرفتش كيف يخرج خرج فشي بلاصة هادي لاصال باش نخرجو ليها تاهي مسدودة دونك هنا في كيتريني هو الرينك دونك هنا بلاصة الليغا بلاصة الخبيط صافي هناك نخرجو للزنقة الباب الآخر هذا وكيف ما قلت لكم ما كبيراش بزاف فهاد دو بارتي ديال الفيسياغ الناس كيف ما قلت لكم الفريق المستضيف والفريق الضيف والبلاصة اللي فيها سبوب بخرجتي البلاصة اللي فيها لي زافاغ شوف هادشي اللي كاين هاد اللعيبة دايرين هنا زوينة شوف واش راجل من كاين الفوق دايرين من هنايا وكاين من لهيه شتيهم كيفاش كيتحلو دابا دوك الشراج باش تنفس كي غادير ها كيفاش الدور هاد اللعيبة هادي كيتحل الشرجم كيفاش كتحل واحد القضية دايرينها زوينة هي الشبكة دايرينها في السقف باش متحصلش ليك كرة هنايا ومغطيين حتى داك الطابلو ديال لافيشاج حتى هو مغطي لهم الشبكة باش متهرسش ولا شي حاجة دونك هدف غادي نخرج شوية برا لأنه تهاوشت هاوشوني على كورة منكدبش عليكم لأنه صافي دابا واحد تلت شهور تقريبا هادي ما لعبتش لأنه عندي واحد لابلاسيوغ ماشي بلاسيوغ عندي تخيبل بلاسيوغ في ركبة وحدة عندي ثلاثة ضربات في الركبة اليسرية ديالي لأنه كان عندي مينيسك وعندي ليغامو انتيرن ديال الجونو وكنت كنلعب بهم من الأول العام توعت جاني واحد نورمالمون دخل فيا بالركبة ديالو الركبة القدامية ديالو دخل لي الجنب ديال الركبة ديالي كيف كنتفرع بحال دكليبرة مشى لي المينيسك ومشى لي ليغامو انتيرن المهم بحال اللي قلتي تيراو شوية وبقيت كنفورسي عليهم وسط من الماتش حسيت بديك البرة فغيمون راه فشلت راه ماقدرتش نوقف بها ما بقي واحد 5 دقائق درت البومبا رجعت كملت الماتش عادي الغد ليه ما بقاش نقدر تني رجليا بزاف وفورسيت على لانه معصله وكان عندي لي زونطريمون كنت تقريبا واحد 3 فوا بار سيمين بلوس الماتش ديال نهار الحد يعني فورسيت عليهم تقاست لي حتى داك لو طوندون ديال لا غوتول داك الطوندون اللي كيشد القدام ديال الركبه حتى هو كنت ضربت فيه فهداك هو اللي كنحبسني كاع ما قدرتش نكمل مازال تخيل دابا انت شحال المسافه كتجري في الماتش وكل خطوه كتخطيها نتايا فكتحس بواحد الصداع كبير في الركبه ديالك قبل نورمالمون كتشفت الميدسان قال لي بان خاصك واحد 4 سيمانات حتى 6 سيمانات ديال الراحه بطبيعه الحال مع ندير الثلج ولي زونتيان فلاماتوار درت كلكو سيونس ديال الكيني مع ساعه ما قدنيش الوقت ما كفاونيش مع ذلك اون فوا كنرجع نتريني فكيرجع ليا هذا الصداع هذا وبقيت كنلعب فيها كيف ما قلت لكم واحد 4 شهور ولا 5 شهور وانا كنلعب بهذا الصداع هذا ولكن اون فوا تقاس لي الطوندون ديال لا غوتول فحبس ما بقيتش كنقدر وفاش كنشوف الكره دابا رجلي كيبداو ياكلوني واش غادي ندير هناك الحمد لله دابا سافا ميو نتمنى ان شاء الله نرجعوا عما قريب ما كايناش واحد لا جوغي زعما مضبوطه باش تقدر نرجع على حسب انت الجنو ديالك كيف ما كيقول لك الميدسان كنت كتحس براسك مزيان غترجع وترجع بشويه بشويه الا بقات كضر غتعاود تحبس حتى تبرا كومبليتمون كيف ما قلت لكم راه ماشي ضربه وحده ولا جوج فهما ثلاثه ضربات في ركبه وحده الحاجه اللي هي صعيبه بزاف وهاد بليسير هادو اللي خلاوني ما نلعبش مع ليكيب ديالي تقريبا كيف ما قلت لكم هادي واحد 3 شهور ليكيب اللي مسيني مع انا هي كتنتمي للمدينه اللي انا ساكن فيها ولافونتاج اللي عندي مع هاد ليكيب هادي هي انه قريبه للدار لانه المدينه اللي فيها انا فهي مدينه صغيره والتاني اللي كنتنوا فيه فهو قريب للدار تقريبا واحد 10 دقائق ديال المشي لانه لي زونطريمون كيكونوا جوج المرات حتى ثلاث مرات في السيمانه وكيكونوا بالليل يعني من 8 حتى 10 الليل لانه باش غتسالي انت لي زونطريمون مع 10 الليل وغتكون نتايا في واحد التيران ديال واحد ليكيب اللي هو بعيد عليك شويه فرع 10 الليل هنايا فكتكون صعيبه شويه الحال لانه كيكون البرد
واصلا غتوصل انت مع 10 ونص ولا مع 11 العرب على حسب لا ديستانس بيان سيغ بينك وبين الثاني، فيلا غادي دوز وغتكون عندك غد ليله خدمه فكتكون صعيبه شويه. دونك كيف ما قلت لكم لافونتاج اللي عندي انا هي انه قريبا من الدار، سكيفي كنسالو مع 10 ل 10 و4 ماكسيموم كتلقاني في الدار، يلا كندوز باش كتوجد راسك. وهاد ليكيب اللي كنلعب معها انايا فهي كتنتمي لقسم ديال الهوات بحال اللي عندنا حنا في المغرب، غير الفرق اللي كاين هنايا هو انه هنا الهوات عندهم مقسوم، عندهم الريجيونال والناسيونال. الريجيونال في طبيعه الحال في واحد ديفيزيون، يعني ديفيزيون 4-3-2-1 كتبقى تطالع، والناسيونال حتى هو في 4-3-2-1 حتى كتطلع للدوزيام ديفيزيون. الفرق بيناتهم هو انه الريجيونال كتلعب مع لي زيكيب اللي كاينين في الديبارتمون ديالك، يعني في لا ريجيون ديالك نتايا، والناسيونال كتلعب مع لي زيكيب اللي كاينين في فرنسا كامله. دونك هادو هما الفرق اللي كاين بيناتهم. فانا كيف ما قلت لكم كنتمي لواحد ليكيب اللي كتلعب في الريجيونال، كنلعبوا يعني غير مع لي زيكيب اللي هما في لا ريجيون ديالنا، يعني ما كنديبلاصوش بزاف، ما كنديبلاصوش بعيد. اما الا بغيتي تلعب شي فرقه فانت كتمشي كتقصد الفرقه اللي بغيتي تلعب، كتدق عليهم السلام عليكم وعليكم السلام بغيت تلعب كره، كيبداو يسولوك واش فايت لعبتي في شي فرقه او لا. بيان سور كدوز لا تيست، كتحضر لا سيونس دونترينمون معاهم، الا كان كلشي هو هذاك فانت كتدفع مع الوريقات ديالك، هما بدورهم كيدفعوا الوريقات ديالك لا فيدراسيون باش تخرج ديك لا ليسونس. اون فوا تخرج لا ليسونس فانت ديك الساعه كتكون كتنتمي للفيدراسيون فرونسي دو فوتبول، وبيان سور بامكان ديك الساعه تلعب الماتشات ديالك بطبيعه الحال اي ماتش كان سوا في لاكوب اولا في البطوله. كيف ما قلت لكم لاصال اللي وراتكم ديال الكره في الظهر ديالها كاين لاصال ديال الكيك بوكسين و لي زار مارسيو كاملين. هما تشوفوا واحد لافيش كاينه هنايا فيها كاراتي ايكيدو جودو اكسيتيرا. اومي ما طوبش نهضر معاكم لانه لداخل راك عارف انتم مع لاصا كيكون فيها واحد ليكو وما كاينش لك غاده باش نطلع نتفرج، فانا غادي نتفرج غير لتحت داكشي علاش خرج باش نهضر معاكم على خاطري. اومي طون نضربوا الدويره هنا كيف ما قلت لكم لاصا ما كبيرهش بزاف، هادو هما دو بارتي اللي فيها. دونك هادي تقريبا راه 6 وقريبا وقسم غادي يكونوا الدراري بداو، ندخلوا نتفرجوا ونتلاقاو من بعد. يلا الهويش الهويش عرفتي رجليا نيري ندخل نلعب، ولكن ندخل نلعب ونريح شي 6 شهور وحده اخرى مصر. اوه 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 صعيب اوه 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 veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad here to play and I've got something to say yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change. خرجت نضرب شي دويره نكتشف شنو كاين في جنابات هاد لاصال هادي. انا غادي في الشانطي باش نوريكم هاد الباساج هذا نورمالمون ندير هنايا ديالاش. دونك هنايا كاين تخطوار فين كيتمشاو الناس طبيعه الحال، الشانطي طوموبيلات حاجه باينه، وهذا دايرينو الناس ديال الخيل باش يعرفوا هاد المدينه هادي تيرمو عندها واحد علاقه وطيده بالخيل، فهم فين ما كتمشي دايرين لهم واحد الباساج ديالهم، يعني بحال اللي قلتي بيسيكلابل هما عندهم ديال الخيل هنا تيرمو. كيف ما قلت لكم هاد المدينه عندها واحد العلاقه كبيره بالخيل، والناس بزاف والاغلبيه الناس اللي ساكنين هنا في هاد المدينه هادي فهما عندهم عندهم خيل ولا بدا. هاد المدينه صراحه زوينه كلها فيها شجر كلها غابات كلها دي بارك. كيبان لي البلاصه ديال الخيل راه هي اونفاس معايا، غادي نمشيو نضربوا فيها دويره لو طون يساليو الماتش باش نتحركوا بحالاتنا. يلا نجيبوا الفطور. ولكن كيف ما سبق لي وقلت لكم في هاد المدينه هادي فكتسهل ندير عليها شي فيديو لانه نقيه واحد الدرجه ما كتصورش وكالم، وكيف ما قلت لكم شابعه خضوره في الدنيا كامله فيما كدور هنايا كلشي خضر كلشي شجر. غادي ان شاء الله نديروا واحد الفيديو اللي غادي يكون زوين، غادي نديروا ان شاء الله واحد دي شوت زوينين بالدرون باش غادي ناخذ على واحد النظره من الفوق ونشوفوا هاد المدينه كيفاش دايره. ان شاء الله بحول الله في الفيديو غادي يكون قريب ان شاء الله في هاد لاشين هادي. دوك انا غادي نمشي نشوف لابارتي كاين تما كيبان لي واحد التيساع زوين، غنمشيو نشوفو تما شنو كاين ونتلاقاو من بعد. دونك انا وصلت لهاد البلاصه هادي، هذا هو كيما قلت لكم الكلوب اللي ديال الخيل اللي كاين، وفيه حتى الجولف راه هو كبير كبير بزاف، ما عرفتش الدخله ديالو مي بغيت غير نوريكم نورمالمون هو هادو كيفاش داير.
والبلاصه اللي جا فيها. كيف ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله فالفيديو اللي غنديروا في هذه المدينه هذه فحنا غنتعرفوا على شي بديطاي، غادي نحاولوا ندخلوا لهذا الكلوب هذا نشوفوا اشنو فيه حتى هو. وهذا عاوتاني باساج اللي قلت لكم ديال الخيل، هما دايرين لهم هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك باش كتخرج من الكلوب كتمشي ديريكتومون بحال دابا واحد كيخرج العود من دارو فكيمشي ديريكتومون لهذا الكلوب هذا، وفاش كيسالي كيرجع من نفس الباساج باش ما يمشيش في الطريق اللي فيها الطوموبيلات اولا تخطوا خفي كيكونوا الناس غادي على رجليهم. نورمالمون البيوش ديالهم هنايا وهنايا وهنا داير لهم التبن. ما غنشوفوش اكثر من هذا الشيء لانه بغيت نخلي اكثريه باش نكتشفوا مجموعين انا وياكم، نكتشفوا ان شاء الله في الفيديو اللي غنديروا ان شاء الله على هذه المدينه هذه. دونك غادي يكونوا الدراري قربوا يساليو باش غادي نمشيو نتحركوا بحالاتنا للدار، نوجدوا شويه الفطور باش هكذا نختموا اليوم الاول ان شاء الله من رمضان. نعاود نقول لكم رمضان مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل لكم بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كتمناو يتحقق لكم ان شاء الله في هذا الشهر الكريم هذا. هاد جوج ديال لي فلوغ اللي درنا الاخرين فهما دي فلوغ اللي هما خفاف غير باش ما نبقاوش نغيبوا بزاف على اليوتيوب، لانه لي فلوغ اللي مولفين كنشوفوا في لاشين ديالنا اللي هما السفر ونمشيو نكتشفوا مجموعين شي بلايص جداد فكيخصهم بزاف الوقت وخاص يكون الجو زوين وسيرتو الجو، لان كيف ما كتعرفوا هنايا جو فرنسا فهو جو صعيب، كتكون الشتا الا كان الشتا فغادي نتكرفصوا وما غنكونوش كنصوروا على خاطرنا. داكشي علاش مره غنبقاو نديرو دي فلوغ بحال هكذا خفاف غير باش كيف ما قلت لكم ما نبقاوش نغيبوا بزاف على يوتيوب. وغادي نسالو الفلوغ ديالنا هنايا، كنتمنى نشوفكم بخير وعلى خير فيديو جايه، ما تنساوش ديما ديروا لي عليكم، وهذه تحيه من القلب خالص ليكم نتوما. Peace.